يمكن في البداية قبل أن نبدأ أي شيء نحب أن احنا لمن لم يشاهد حلقة الأمس أن احنا نقول العناصر الحاكمة التي يعتمد عليها الاستوديو التحليل. استوديو الحوار هو يجري أسئلة ويطرح أسئلة عامة ثابتة على كل مرشح من المرشحين، ثم الاستوديو التحليلي يتخذ من قواعد التحليل العلمية والموضوعية والتي تسعى قدر الإمكان إلى المحايدة بروح بناءة إن هي تقيم ما للمرشح من إيجابيات أو سلبيات ما قاله وما لم يقله، تحليل في مضمونه دون أن يكون لنا أي موقف مسبق مع أو ضد. بالأمس حددنا القواعد اللي هي خاصة بهذا الموضوع، ممكن ان انتوا تشوفوها على الشاشة تقدروا تعرفوا بالضبط احنا امبارح كنا بنقول ما هي قواعد الحوار لمن لم يشاهد حلقة الأمس. تغطية يومية من 30 إبريل إلى 20 مايو، 5 ساعات على الهواء يوميا. استوديو الحوار، الاستوديو التحليلي. استوديو الحوار من 9 مساء إلى 12 بعد منتصف الليل من السبت إلى الخميس، يديره مذيعان في وجود المرشح وضيوف من أنصاره ولجنة خبراء. مدير الحوار عادل حمودة، مجد الجلاد، خيري رمضان، لميس الحديدي، دينا عبد الرحمن. حلقة اليوم في استوديو الحوار مع الفريق أحمد شفيه، مع خيري رمضان ومجدي الجلاد، الخبراء أستاذ الاقتصاد الدكتورة أمنية حيمي، أستاذ السياسة الخارجية والأمن القومي الدكتور محمد أدري سعيد، أستاذ الصحة الدكتورة عليا عبد الفتاح، الباحث السياسي في السياسة الداخلية سمير مرقص، أستاذ التعليم الدكتور كمال مغيث، أستاذ العشوائيات والإسكان الدكتور علي فرماني. قواعد البرنامج: الاحترام الكامل لكل المرشحين أيا كانت خلفياتهم السياسية. البرنامج يهدف إلى مناقشة برامج المرشحين لمنح الناخب قدرة أكبر على اتخاذ قراره. على الجميع احترام التوقيتات المحددة للفقرات والإجابة عن الأسئلة. ضيوف المرشح الموجودون معنا في الاستوديو من أنصاره وهم معنا لدعمه معنويا. لجنة الخبراء تناقش المرشح كل في تخصصه طبقا للتوقيتات المحددة. من حق المرشح الاعتراض على أي سؤال، ومن حقه أن يرفض الإجابة عنه. من حق مدير الحوار أن يطلب من اللجنة أو من المرشح توضيح أي نقطة ملتبسة أو غير واضحة. من حق مدير الحوار التدخل للحفاظ على مسار البرنامج وتوقيتاته الزمنية. الاستوديو التحليلي: مدير الحوار عماد الدين أديب، المحللان السياسيان الدكتور عمرو حمزاوي، الدكتور معتز بالله عبد الفتاح. الاستوديو التحليلي على مدار الأسبوع من 12 منتصف الليل إلى 2 صباحا، والجمعة من 9 إلى 12 منتصف الليل.